أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد سمعنا أنكم أفتيتم في لقائكم الأخير بالقصيم بأن قناة المجد لا بأس بها ولكن بحدود، فهل هذه الفتوى صحيحة وما هي الحدود المضبوطة بذلك؟ أنا لا أعرف قناة المجد ولا أعرف القنوات كلها، هذا اللي قلت أنا ما أعرفها، لكن الناس يتصيدون بالماء العكر، وإلا أنا ما أعرفها ولا أدري عنها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.